اطار الاحتفالات الشعب المغربي بعيد العرش المجيد، تم افتتاح، قرر السيد المدير العام الوطني افتتاح دائرة أمنية جديدة، دائرة الشرطة أمنية جديدة، دائرة الحي المحمدي، وذلك في إطار تقريب إدارة المرافق الأمنية من المواطنين واستجابة لمتطلباتهم الأمنية. هذه الدائرة اللي غادي تتكلف بالحي المحمدي والأحياء المجاورة لها حوالي 45 ألف نسمة، واللي كانت مؤمنة قبل ذلك من طرف دائرة الخيام، تم إحداثها. وإحداث كذلك فيها الجديد هو واحد المرفق ديال الاستمرار، استمرار جوج، بحيث سيكون عندنا الاستمرار واحد على مستوى ولاية الأمن، أربعة الدوائر أخرى، ومرافق الاستمرار رقم جوج على مستوى الحي المحمدي، من أجل تقريب كذلك خارج الدوام الإداري تقريب الاستمرار من المواطنين. وكذلك تم تخصيص واحد المكاتب لإنجاز البطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، في إطار كذلك تقريب هذا المرفق الهام من المواطنين ديال هاد الساكنة. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء تدشين هذه الدائرة اليوم بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد العرش المجيد، وذلك في إطار المجهودات التي تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل تجويد الخدمات للمواطنين ومن أجل تحسين الاستقبال للمرتفقين، وهي تتوفر على الشروط اللازمة التي من شأنها التي تطمح إليه سواء بالنسبة للمواطنين أو الموظفين. إنها دائرة أمنية جاءت في نقطة مهمة جدا حتى يكون للمواطن راضيا بالخدمات المقدمة له بشكل يومي.